السلام عليكم، عمر محسن معاكم تاني من قناة نولوجي. بعتذر جدا عن الانقطاع في الفيديوهات، وحابب في البداية ان انا اشكركم جدا بجد على كل اهتم وشارك وعلق على الفيديوهات بتاعت قناة نولوجي، واخص طبعا بالذكر الفيديو الخاص بالاكسل اللي هو دلوقتي وصل لمليون ومتين الف شخص اتفرج عليه واستفاد. الحمد لله الحمد لله، يعني فضل من عند ربنا. وكل يوم بيجي لي التعليقات الايجابيه بتاعتكم اللي بتجي لي بنوتيفيكيشن على الموبايل عندي، بشوفها فعلا بتحفزني. وبدعوكم ان انتوا برضو تتفرجوا على باقي فيديوهات التشانل، في فيديوهات كتير برضو فيها مجهود يعني، واتوقع او ازعم ان هي تكون فيها افاده ليكم. يعني نيجي للشرح بتاع فيديو النهارده، وهو ازاي تعمل نفس الجدول اللي عملناه في اخر فيديو، او كان الواجب بتاع الفيديو بتاع الاكسل. خليكم معايا. الجدول الخاص بمصروفات التسويق عام 2017، وهو كان الواجب بتاع الفيديو. الجدول بتاعنا فكرته ان احنا عندنا ميزانية تسويقية اللي هي 50,000 جنيه. الميزانية دي عايزين نقسمها على 3 تشانل او 3 مصادر تسويقية مختلفة، اللي هي اعلانات جوجل والرسائل القصيرة وشبكات التواصل. طبعا دي يعتبر مصروفات التسويق الالكتروني، طبعا مش تسويق بشكل عام. انا هنا شايف لما جيت عملت 2016 مثلا ان اعلانات جوجل كانت الافضل، فديت لها نسبة 50% من الميزانية اللي هي حوالي 25,000 جنيه، وجيت على الاس ام اس 10% بس، وشبكات التواصل او السوشيال ميديا 30% اعلانات. وانا عندي هنا شهور السنة، مقسم شهور السنة. شهور السنة انا شايف ان انا في شهر يناير الدنيا عندي مريحة، فاعمل نسبة 5% بس من المصروفات اللي هتتصرف للتسويق في يناير، وشايف ان ابريل مثلا واكتوبر هو اكبر شهرين فيهم مبيعات عندي او الناس بتبقى متفاعلة مع المنتج بتاعي، فحطيت لهم 15% لكل واحد، وهكذا وزعت على بقية شهور السنة. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز ان انا اكتب المصاريف اللي انا هصرفها هنا في الخانات ديت بناء على المعطيات الموجودة هنا وهنا والاجمالي بتاعي. طيب تعالوا يلا بينا بقى، احنا عملنا جدول جديد اسمه مصروفات التسويق، نسميه بقى الالكتروني لان هي تسويق الكتروني عشان نبقى ماشيين صح، لعام 2018، وقسمنا الميزانيه بتاعته. ننزل تحت شويه ونشوف بقى ايه المكتوب فيه. قال لك الميزانيه التسويقيه بتاعه 2018 هي هنا، ما تحطش الرقم، 200,000 جنيه. حلو قوي. هياخد منهم شركه الدعايه 50% اللي هو 100,000 نسبه على الشغل بتاع التسويق، يبقى اجمالي المصروف التسويقيه بتاعتي 300,000. طيب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اقسم بقى ال 200,000 دي على كل الشهور وبناء على الاماكن او الوسائل اللي هوزع بيها التسويق. فاعمل ايه؟ طبعا احنا عايزين نكتب اي معادله، نعمل يساوي ونكتب الرقم اللي هو 200,000 ده اللي هو بيسمى او 20. طبعا الافضل ان اشتغل بالفورمولا بار او الجزء بتاع المعادلات، واكتب كده بايدي عشان اتعود. او 20 هلاقي اوتوماتيك جاب لي مربع اهو، عايز اضربه. طبعا الضرب هي علامه الستار اللي هي النجمه اللي فوق ديت، نضغط عليها. عايز اضربه في كام؟ اضربه في 50,000 50% اللي هي بي 17 تمام. وهضربه في كمان رقم واحد كمان اللي هو ان انا هحطه في شهر يناير اللي هو سي 16. مظبوط الجداول المربعات جت مظبوطه؟ اه. نضغط انتر. حلو قوي، يبقى انا في شهر يناير هصرف 5000 جنيه على اعلانات جوجل من الميزانيه التسويقيه بتاعتي اللي هي 200,000. طبعا انا دلوقتي محتاج ان انا اعمم الموضوع على باقي الشهور، فهعمل ايه؟ هاخد ده كده واكره لاخر الشهور، والمفروض بقى يديني كل شهر النسبه بتاعتي. اه هلاقيه ما ظبطش معايا، وانزل لتحت هلاقيه برضو ما ظبطش معايا، جايب لي 50 مليون وانا اصلا الميزانيه كلها 200,000. طب ايه اللي حصل دلوقتي بقى؟ ايه اللي حصل؟ نمسك واحده كده ونشوف، نشوف ايه اللي حصل في مارس مثلا. المفترض في مارس ايه اللي يحصل؟ هيضرب او 20 دي في اللي هي او 20، هيضربها في النسبه بتاعت مارس اللي هي اي 16، هيضربها في النسبة بتاعت اعلانات جوجل اللي هي بي 17. طب هو عمل ايه بقى؟ قال لك كيو 20. طب ايه جبت يا عم كيو دي منين؟ انا عايزك تضرب هنا في الاو. يبقى في مشكلة حصلت. وايه كمان؟ وقال لك دي 17. دي 17 عايز يضرب في ده، ليه يا ابني؟ المفروض تضرب هنا، المفروض تضرب في ده. تمام؟ وضرب في مارس مظبوط عشان انا مشيت بالجنب. كده انا عندي مشكله، يبقى انا الطريقه دي مش تنفع معايا، محتاج اعمل حاجه تانية. طيب تعالى بقى نمسح كل اللي احنا عملناه ده
اوكي ونسيب اللي احنا المعادله اللي كتبناها اللي هي مظبوطه الوحيده اللي مظبوطه. تمام. احنا طبعا عارفين لما اجي بحرك كده بشد ايه هو بيعمله. الاكسل ذكي لكنه مش بالذكاء الكافي، فانا محتاج حاجه عشان تدعمني في موضوع الذكاء بتاع الاكسل. انا لما جيت شديت كده هو عمل ايه؟ هو هنا كان بيضرب الاو 20 في بي 17 في سي 16. لما جيت شديت يمين شد لي كل حاجه معايا يمين، يعني انا كنت بضرب في ده جابه لي هنا، كنت بضرب في ده جابه لي هنا، كنت بضرب في ده جابه لي هنا. بصوا بقى معايا كده عشان تاكدوا كلامي، اهو ده كان هنا بقى هنا، وده كان هنا بقى هنا، وده كان هنا بقى هنا. فانا هنا عندي مشكله، انا محتاج اقول له مهما حركت يمين وشمال وفوق وتحت ثبت لي الخانه دي، دي عايزها تبقى ثابته معايا اللي هي او 20. ثبتها لي، اضرب اي رقم انا هحركه يمين وشمال خلي الضربه في ده. وايه كمان؟ وبقول لك كمان لو انا حركت يمين ثبت لي برضو دي اللي هي بي، ثبت لي الطول بتاع بي ده كله عايزه يبقى ثابت معايا. جيت نزلت تحت يبقى يضرب في اللي تحته، اتحركت كده يبقى يضرب في نفس الرقم ده. وايه كمان؟ وثبت لي الملف او الصف الافقي ده، جيت انا حركت يمين كده يبقى اوتوماتيك بيحرك. طب لو جيت نزلت لتحت ايه اللي يحصل؟ ما يضربليش في اللي ايه فوقيه. بصوا لاحظوا هنا ايه اللي حصل، نزل معايا المفروض كان هنا، صح ولا ايه؟ يبقى انا عايز اضرب في الصف ده وعايز اضرب في الطول ده. نيجي بقى للشرح عشان ما نضيعش وقتكم ونقفل ده كله. في الاكسل في حاجه ممتازه جدا وهي اسمها تثبيت الخلايا والعواميد والصفوف. التثبيت ده في الاكسل بيتم ازاي؟ بيتم ان انا بقول للاكسل يا ابن الحلال ثبت لي دي في جميع الاحوال، ثبت لي الصف ده، ثبت لي العمود ده. طيب بنعمل ايه عشان نثبت؟ نيجي نكتب المعادله من تاني. هنعمل يساوي، خلي بالانجليزي برضو كده عشان نبقى ماشيين مظبوط، اوكي، ونقول له او 20. طيب انا طبعا لو كتبتها كده تاني يبقى انا ما ثبتتهوش. التثبيت في الاكسل معناه الدولار. الدولار، ايوه، الاكسل لما تيجي تثبت اي خانه او عمود او صف بتحط قبلها دولار. طيب احنا متفقين ان العواميد كلها زي ما احنا شايفين كده عباره عن ايه؟ عن حروف اللي هي A B C D E F، اوكي، والصفوف كلها عباره عن ايه؟ عن ارقام 7 8 9 10. طيب لما انا اجي اقول له انا عايز اثبت الحروف والارقام، بيقول لك عايز تثبت اي حاجه اظهر له الاخضر او الدولار، يعني حط قبلها علامه الدولار اللي هي الدولار ساين. بتتكتب ازاي الدولار؟ بنعمل شيفت 4. انا هنا عايز اثبت ايه؟ عايز اثبت او 20. نرجع بقى كده خطوتين لورا، وعند الاو انا عايز اثبت الاو اللي هي احنا قلنا العواميد، يبقى نعمل قبلها علامه الدولار. حلو قوي. وعايز اثبت الصفوف اللي هي رقم 20، يبقى نروح على قبل ال 20 ديت ونحط قبلها الدولار. اوه ممتاز قوي كده. طيب نتك انتر ونشوف، اهو جاب لي. طب تعالى بقى نجرب نحرك كده ونشوف ايه اللي هيحصل. لتحت بس عشان الخانات عندي صغيره. اه يبقى او 20 ثابته معايا مهما حركت يمين وشمال، هو ده اللي انا عايزه. نرجع تاني. طيب عايزين نضرب او 20 في كام بقى؟ عايزين نضرب او 20 في 5%. طيب انا ايه اللي انا عايز اثبته هنا؟ السي ولا ال 16؟ انا محتاج اثبت ال 16 لان هي اللي بتحرك معايا، هي اللي فيها الشغل، هي اللي فيها الارقام. يبقى اروح على 16 واحط قبلها ايه؟ اثبتها بالفلوس بالدولار، احط قبلها دولار. ممتاز، يبقى انا كده ثبت ال 16. ماشي، نيجي في اللي بعده نضرب في كام؟ نضرب احنا قلنا النسبه بتاعتي هنا اللي هي بي 17، نكتب بي 17. انا عايز اثبت ايه هنا بقى؟ انا اسكت وانت ترد عليا. عايز اثبت العمود، العمود ده اللي هو بالايه اسمه بي، لان انا عندي هنا الحاجات طوليه بالعمود، يبقى اروح على البي واقول له ثبت لي يا ابن الحلال البي. طيب انا كده عملت ايه؟ ثبت العمود والصف بتاع الاو 20، انا هنا خلاص ما اتحركليش دي من مكانها. وجيت هنا في السي 16، انا كده ثبت ايه؟ ال 16، يعني لما اجي اتحرك يمين هيقعد يتحرك معايا. وهنا ثبت ايه؟ البي، لما اجي انزل لتحت هينزل معايا ب 50% 10 30. اتمنى اكون شرحتها لكم كويس، اتمنى. واضغط انتر. حلو قوي كده، عمل لي ايه؟ النسبه. تعال بقى نجرب نشد كده ونشوف.
نشد كده. طبعا انا عندي الخانات دي محتاج دبل كليك كده عشان ايه يوسع لي الخانات دي والرقم يبقى ظاهر. حلو قوي. طب لو جيت نزلنا بقى سحبنا لتحت. جميل. طب تعالى بقى ناخد اي واحده كده عشوائيه نشوف هو عمل فيها ايه بالظبط. ناخد دي ونكتب هنا ونعمل دبل كليك عليها نشوف هو عمل ايه. لاحظوا مثبت انا ايه ال O20 اتضربت في كام؟ في الجي 16، لان 16 هو اللي ثابت معايا لكن الجي بيتحرك. وايه كمان؟ البي 18. ها البي هي اللي ثابته معانا والرقم كان 17 بقى 18 بس. وانتر. هو ده الجدول. ايه تاني عملناه؟ عملنا المجموع دي داله صم. طبعا احنا حافظين داله صم بيساوي اس يو ام افتح قوس ها من اول سي 17 لحد ان 17. نكتبها ولا نعلمها بايدينا؟ نعلم بايدينا اسهل. ها نشد كده نسيب ال 17 لان 17 ونقفل القوس وانتر. هل في طريقه اسهل؟ اضغط على الت يساوي ها بيعمل ايه؟ اوتوماتيك بيفتح داله صم وبيجيب لي الصف اللي جنبه وبضغط بس انتر بيعمله لي. واكرر الموضوع لتحت واكرر الموضوع لفوق. ايه الواحد بقى اللي ظهر معايا ده؟ انا هنا عندي مشكله اضغط عليه واشوف. ده سحب لي النسبه بتاعتي كمان. انا عايز اجمع لحد هنا بس يبقى نشد كده بس ونضغط انتر. تمام. دول مجموعهم كام؟ 100000 و20 و60 يبقوا 200000. نعمل برضو الت يساوي اوتوماتيك الت يساوي وانتر. دول 9000 واشدها يمين هتشد معايا مفيش مشكله. عظيم عظيم. يبقى اجمالي اللي هيتصرف في شهر يناير على التسويق 9000 جنيه في شهر ابريل عشان في شغل 27000 هيتوزعوا بالشكل ده وهكذا. طيب ملخص سريع للي احنا عملناه من شويه اهو يا سيدي. ادي الملخص السريع. لو انا عايز اثبت الخليه افقيا اللي هي بالصفوف او بالعرض او بالسطر سميها زي ما تسميها بتحط قبلها علامه الدولار ساين. احنا قلنا الافق عباره عن ايه؟ الافق عباره عن ارقام يبقى بحط دولار قبل الرقم. طيب عايز اثبت الخليه عموديا بالعواميد بحط اللي هو بالطول او بالعمود بحط قبل العمود اللي هي حروف دولار ساين. طيب عايز اثبت كل حاجه بقى يبقى بثبت العمود والصف اللي هي الخليه بثبت الخليه دي اللي هي السي وال20 هثبت السي واثبت ال20 يبقى احط قبل كل واحده منهم الفلوس او الدولار. زي ما قلت الملحوظه اهي العواميد كلها حروف والصفوف كلها ارقام. الموضوع سهل ان شاء الله. فكر بس في الدولار هتحطه قبل ايه؟ الصف ولا العمود؟ طيب بنعمل الكلام ده ازاي؟ بنعمله بشيفت 4 او ايه تاني؟ او باف 4 اللي هو ازاي؟ لو افترضنا مثلا عندي ده انا هنا بيساوي مثلا ايه 2. حلو قوي. ايه 2 عايز اثبتها بضغط على اف 4 او ما اضغط عليها على طول بيثبت لي الاثنين. اضغط تاني يثبت لي بس الايه؟ الصف. بضغط تالت بيثبت لي بس العمود. يعني دي حاجة إضافية لو عايزين تعرفوها أو تشتغلوا مانوال مفيش مشكلة. تمام؟ أتمنى من ربنا يكون وفقني في الشرح النهاردة. ولو افترضنا كده إن الموضوع ما وصلش معاكم قوي ممكن تبعتوا لي تاني في الكومنتات وأعمل لكم فيديو من جديد على شرح أو على جدول يكون أسهل شوية. شكرا ليكم على متابعتكم لحد آخر الفيديو وأتمنى إن شاء الله يكون الفيديو مفيد ليكم. ما تنسوناش إن أنتوا تشيروا الفيديو لأصحابكم وتشاركونا على الجروب بتاع قناة نولوجي على الفيسبوك عشان لو عندكم أي ملاحظات أو استفسارات ممكن نساعدكم بيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.